أبشع أنواع الظلم وأبشع أنواع الظلم، وهي الطرد من البيوت والهدم بالقوة. هادشي اللي وقع فاجئنا، خلينا مبهوضين. شنو اللي خلينا مبهوضين؟ لأننا كنا تنقولوا بأنه كاين تغيير في البلاد، كاين تغيير في هذا الوطن، كاين حقوق بدات تتحقق، كاين نزاهة، كاين محاسبة، وإني على أرض الواقع هادشي كله غائب. علاش؟ الله أعلم. حاولنا نكتشفوا الأسباب، والملف ديالنا عامين وحنا تناضلوا، وهادشي ما عمرنا كنا تنتوقعوه، لأنه غيكون لا قانون، يهدمولك بلا قانون هاكاك بالقوة. تشوفوا الناس دابا خارجين ما عارفين فين يمشيو، عندهم باش يكريو، ما عطاهمش السكن مباشر، هضموا لهم مشاريع، عدة مشاريع من 86. إلا هضرنا على هاد الخروقات ما تساليش، وإني تنهضروا على هاد أسلوب ديال معالجة دور الصفيح. أسهل أسلوب هو المقاربة الأمنية والقوة والتسلط والجبروت اللي لاحظناه. أما السياسة الرشيدة غابت على هاد الناس. شنا الخطابات الأخيرة من بعد الخطاب ديال العرش والخطاب ديال الثورة الملك والشعب؟ تفاءلنا بأن السياسة غادي تتغير، غتكون واحد الليونة في المعاملة، ويكون واخا هو محاربة السكن الصفيحي، وإن غيبوا فيه المقاربة الاجتماعية، غيبوا فيه محاربة الفقر، كانوا يحقوا فيه بزاف النتائج، لأن هاد الشعارات مرفوعة، محاربة الفقر، محاربة الهشاشة، فوارق اجتماعية، وإن اكتشفنا بأنهم يصنعون الفقر، يصنعون الهشاشة، يزيدون من الفوارق الاجتماعية. فكل حاجة قال بالله الأمر ديالها، محاربة الصبيح ولات محاربة سكان الصبيح، حنا اللي تنتحاربوا ماشي الصبيح، لأن البديل ما عطاوناش بديل. أشنو هو البديل؟ البديل هو تلو حنا في الزنقة، طيحتي براكة خرجتينا الزنقة، أشنو هي؟ مسلمين أمرنا لله ونبقاو مشردين تيجي شي حل. يعني دابا شو السكان دوار القرعة خارج الزنقة؟ نقولوا شجوا السكان، وإني اللي تفتحوا ليه، كاين اللي تفتحوا ليه باب المساعده على حساب العائله، كاين اللي عنده شويه باش يقدر مشى قدا بيت كراج وستر فيه وليداتو، ستر فيه حوايجو، ستر. واللي ما عندوش راه مشرد كليا هو وليداتو وحوايجو. فاش نقول لك لا اله الا الله الحق، انا تنطلبوا راه هادشي، هادشي راه ما غيتخباش، غيعيو ما يخبيو، هادشي راه ما يتخباش، لان كاين شي حوايج تقدر تخبيها، كاين شي حوايج ما تقدرش تخبيها. اللي حاضر هنا هي المقاربة الأمنية كما تشاهدوا، الاجتهاد تنشوفوا مزيد من العسكر ومزيد من البوليس، غياب تام. واحد القضية اللي تثير انتباه، غياب تام الممثلين ديال الشعب اللي باعوا الضمير. بالله عليك دابا هذا سيد ما جا ما قدر يتطوع حتى ممثل ديال الشعب، عامين وحنا تناضلوا، الممثلين ديال الشعب غايبين. خوانه، هذوك ما تسميهم انا الخوانه، باعوا الضمير بالمناصب وبالكراسي. حنا راه في النضال ديالنا وصلنا لجميع السلطات، جميع المؤسسات، وعندنا الشواهد وعندنا المراسلات وعندنا، واخر واحد عطينا رساله ملكيه للملك شخصيا، وكنا تنتوقعوا موراها بان سياسه السلطات غتتغير، ولكن تفاجئنا ملي وصلنا لهذا الشيء. راه انت باش تفهم هذه الامور ما تفهم حتى هي ما تقدرش تفهم. اجي نقول لك شلا ما يتقال، ونتمناو من الله، نتمناو من الله ان الصوره الماساويه تحيي شويه غير الضمير الانساني، واخا ما نكونوش، لان الا جينا نهضروا على هذا الحق اللي هو ذو الصوري، راه عيب 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 تبقى تقاتل هنا على واحد الحق اللي هو بسيط، هو حق السكن وذو الصوري، وتحطت ليه مشاريع وقعوا عليها وميزانيات وعقارات،
حاجه ما تفعلات. يتمنوا من الله هادشي اللي عشنا حنا ما يعيشوش وليداتنا، ويتشجعوا ويفعلوا فعلوا المحاسبه مع الصغير والكبير، علاش تحاسبونا على